يا هلا ومرحبا. اليوم راح اسوي معاكم سلطة التونة بالمعكرونية. راح نحط فليفلة خضراء مقطعة قطع صغيرة، فليفلة 4 أعواد من الكرفس او الكرفس مقطع، راح اضيف خيار مخلل مقطع واحدة مبشورة، راح احط قوطي ذرة معلب كامل القوط الصغير، وحطيت 4 ملاعق من الزيتون المقطع الأخضر و4 ملاعق من الزيتون المقطع. راح أنزل تقريبا صرة شبنت فرمتها. حطيت 3 علب من التونة. أضيف معكرونية مسلوقة، طبعا سلكت المعكرونية نص علبة المعكرونية، أي معكرونية أنتم تفضلون. أضيف لها زيت زيتون تقريبا 3 معالق. للصوص حطيت 1/4 كوب من الكريمة الحامضة، وربع كوب من المايونيز، وملعقة كبيرة من اللي هو الماسترد، وليمونة، عصرت ليمونة كاملة، وفلفل أسود شوية رشة، وملح. أضيف علبة زبادي كاملة مع السلطة. صارت جاهزة، سويتها معاكم بكل حب، علينا وعليكم بألف عافية.